حدد بما يقارب 45 دونم احترق في داخل الغابة، احترق معه أكثر من 1500 شجرة تقريبا. الموقع بشكل عام هو سابقا يحتاج إلى إعادة تشجير، يحتاج إلى 12000 شجرة تقريبا. ستنطلق المبادرة لتشمل كل ما نستطيع العمل في داخل الغابة في إعادة تشجيرها وزراعة أشجار في كل موقع يمكن أن يكون فيه مصدر مائي. من بعض المسؤولية المجتمعية وشعورنا بالمسؤولية تجاه بلدنا ومحافظتنا ومدينتنا، نحن قررنا أن ننزل ونعمل على إعادة تأهيل المنطقة اللي ضررت جراء الحريق اللي صار بنهاية حزيران الماضي. هذه الغابات هي رئة مدينة الموصل، هي اللي تعمل على توازن الجو داخل المدينة، تعمل على صد الرياح. المتطوعين بادروا، أكثر من 50 متطوع اليوم موجودين بهذا المكان. هذا المكان يحتاج قبل الزراعة إلى تهيئة التربة وقلع الأشجار المحترقة. أعتقد العمل راح يكون بين شهر إلى 40 يوم، لأنه المساحة جدا كبيرة. حسب مدير الدفاع المدني أنه الاحتراق هي مساحة 40 دونم، وهذه المساحة كبيرة جدا.